ذكرتم شيخنا في بداية حديثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على الإمام أن يكون أقرأهم لكتاب الله ولم يشترط على المؤذن. فما توجيهكم في ذلك؟ أي نعم، المؤذن لا يشترط فيه شروط إلا أن يكون كهولي الصوت يسمع من حوله، وأما الإمام فلا يشترط فيه شروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم بكتاب الله. نعم.